وصلنا لمحطتنا الختامية، وبفقرتنا الختامية لليوم رح نتعرف على فرقة العراب للفنون المسرحية. هي فرقة شبابية طبعا جمعت عدد كبير من الشباب اللي عندهم حب وموهبة التمثيل وأيضا الرقص وكثير من الفنون الأخرى اللي بتقدم لهم إياها هي الفرقة وبتدربهم عليها وأيضا بتساعدهم على أنهم يكونوا موجودين على المسرح من خلالها. أكيد كمان، وهي الفرقة عملت هي الفرقة كمان برعاية اتحاد شبيبة الثورة، وكمان اشتغلت وشاركت هي الفرقة بمهرجان الطفولة بالمسرح القومي. رح نتعرف سوا على المخرج على الفرقة مع المخرج والكاتب عصام علام والفنانة التشكيلية ليزا غازي وهي مساعدة مخرج وأيضا ممثلة بالفرقة. يسعد صباحكم. صباح الخير وأهلا وسهلا فيكم. بدنا نقول لكم الحمد لله على السلامة، طبعا جايين من طرطوس لحتى تشاركونا صباحنا ونتعرف أكثر على فرقة. نحن بنكون سعيدين لما بيكون عندنا ضيوف من المحافظات السورية لحتى كمان نورجي قديه مهم وقديه عندنا فن مواهب بكل المحافظات ونضيء عليها. بدي بلش مع حضرتك أستاذ، خلينا نحكي إمتى بلشت الفرقة، كيف كان تأسيسها، وكيف اجتكم الفكرة أنه نحن نبلش نرعى هاي المواهب ونقدم لهم فرصة؟ تماماً، هلأ الفكرة كانت في بداية 2022. أما كيف اجت الفكرة فهو عبارة عن أنه أنا اشتغلت مسرح كتير 23 أو 24 سنة، كان عندي دائماً هاجس أنه أنا أعمل فرقة خاصة ذاتها على المسرح. الفكرة بدأت لما تواجدوا مجموعة من الشباب الموهوبين، صبايا طبعاً، شباب وصبايا كانوا نواة، فنحن حطينا نية قدامنا أنه نكون فريق كتير منيح ونحقق ذاتنا على المسرح. هذا الشيء ما طول كتير، نحن بدأنا بخمس أشخاص أو ستة، اليوم نحن 20 واللي طالبين يفوتوا أكثر من 30-40. حلو. فنحن الحمد لله وصلنا لبداية الطريق ورح نحقق ذاتنا إن شاء الله. خلينا نتعرف كمان على الكوادر والمواهب الموجودة اللي بتتألف من الفرقة، يعني هي فيها غناء، عزف، فنانين تشكيليين، شو هي المواهب الموجودة ضمن هاي الفرقة؟ هلأ اللي بيميز هذا الجيل عن جد، يمكن نحن لما كنا صغار ما كنا مثلهم، هذا الجيل عن جد رائع جدا. اللي بيميزه انه عنده كتير مواهب. هلأ فرقة العراب بالذات هي لوحة فسفساء مثل ما بتسميها ليزا. عندنا نحن مغنيين، يعني شاب وصبية مغنيين، عندنا عازف عود، عازف كمان، راقصة الإيمائية على سوريا نور أبو تلجي، وعندنا حتى ملاكمة، إنه بطلت الجمهورية بالملاكمة بالإضافة للفنانة التشكيلية ليزا. فكمية المواهب الموجودة بتعطيني مساحة كثير كبيرة لما أنا بدي أكتب أي عمل أو لما بدي أعرضه على المسرح، إنه نكون نحن قادرين نحقق ذاتنا من دون ما نحتاج حدا، بالإضافة لحب التمثيل موجود عند الكل، الشغف والالتزام. أكيد. بدنا نرحب فيك ليزا ضيفة عزيزة، كنتي سابقا معنا، تعرفنا أكثر على موهبتك بالفن التشكيلي، اليوم خلينا نحكي عن دورك ضمن الفرقة. يعني أول مرة هلا نحن بنعرف إنه المسرح هو أبو الفنون، فطبيعي يكون موجود فيه فنانين من كل خليني أقول الاختصاصات بتكون موجودة. اليوم الشيء المرسوم أو المحسوس هو جزء ديكور المسرحي، جزء كبير من المسرحية. اليوم كيف قدرتي تخدميهم بهالمجال، وأيضا شو المجالات الثانية المتواجدة فيها ضمن الفرقة؟ أي صاد صباحكم. هلأ أنا بالنسبة لي يعني بالفرقة، أنا كفنانية تشكيلية هو على اللوحة، سطح اللوحة وقت اللي بدي أرسمها، فهي عناصر أنت بديك توزعيها بطريقة صحيح. مثل المسرح تماما، في عندك إضاءة، في عندك ضوء، فهي في شيء مشترك بين المسرح والموسيقى. أنا كنت بين المسرح والرسم عفوا، فأنا يعني كان عندي حبي للمسرح كتير قوي، عززته بعد دراستي بالرسم بإني صرت أعمل دورات إعداد ممثل، اشتغلت مع أهم المخرجين الكبار بطرطوس، دخلت بهي الفرقة بإنه أنا بالكاركترات اللي موجودة، مثل كأنك أنت عم ترسمي مثلا إنه أنت عم تحطي أنثى بدك توصلي رسالة معينة فيها، فهي عمليا كأنها شخصية جزء من المسرح اللي نحن عم نساويه. فأنا كنت كمساعدة مخرج للأستاذ عصام، بلشنا هيك الفكرة سوا مع بعض، إنه أنا عندي خبرة، هو ككاتب يعني عنده نصوص كتير عجبتني بطريقة إنه يعني أنت تشتغلي عليها تأثمر بإنه هي في هدف منها، في جيل أنت بتوصلي له رسالة، في صحيح. مكان أنت بتستقطبي فيه بطريقة كتير صح، في كمان إنه الهواة اللي موجودين. فأنا وقت لي أنا كفنانة تشكيلية برسم الكاركتر، بعطي الشخصية، بحاول إني فوت على العوالم النفسية شوي، لأنه كمان الفنان التشكيلي عنده عوالم نفسية، رؤية مسرحية، نظرة، هو ممكن يشوف العمل كهو كاتب، أنا لازم أكون عم شوفه كمتلقي، كلوحة، كحدا بعيد، فنحن بنكمل بعض.
بعض. يعني مبين ثلاثة مترابطين، يعني الرسم، الفن التشكيلي مع التمثيل مع مساعدة مخرج مترابطين. يعني أنت بتحاولي تجسدي شيء من خلال الرسم، نص أو قصة؟ ما هلأ هو اللي بيجسد القصة ما هو الكاتب، لأنه النص أكيد موجود بس من خلال عنده. يعني أنت قراءتك لنصوص الأستاذ طبعاً بتحاولي ترسمي. تماماً، هو أنا بشوف لوحة بالنص اللي هو بيقدمه أو الشيء اللي هو بيكتبه. حتى نحن ممكن كنا عم نعمل فكرة مسرحية، أنا شفت منها أنه هي لوحة وأنا ممكن أني أرسمها جسدها بلوحة خاصة بالفن التشكيلي، لأنه اللي هو بيحكيه يعني بيشتغل عليه على أشخاص، أنا ممكن أشتغل عليه على لوحة وألوان. فكرة لوحة من مسرحيتي فأكيد بس نزلت أتوقع أصلا هو المسرح على فكرة المسرح أو القراءة الروايات أو كل هاي القصص هي كتير مرتبطين ببعض، بتساعد على نحن نطلع يعني بالفن التشكيلي نطلع شيء كتير أكيد. رسائل في تجارب مختلفة. اليوم نحن عم نشوف عروض مسرحية يعني بطريقة مختلفة عن الشيء التقليدي اللي كان سابقا. ممكن نشوف عرض مسرحي راقص غنائي، فيه فن تشكيلي، فيه استخدام تقنيات بصرية ببعض الأحيان. هلأ صرنا عم نشوف فرق موسيقية عم تستخدم مسرح راقص معاها، عم تعمل دمج. فقدام تحاولوا كل عرض مسرحي يكون في عندكم أكثر من نوع وأبهار بصري، إضافة أنه ما يروح طبعا مضمون العمل أو صح. الفكرة اللي بكون توصلوها صح تماما. هلأ إحنا بالأساس الهاجس الأول بالنسبة لي أنا حافظ على المسرح الكلاسيكي السوري الراقي أو اللي بيعالج مشكلة كتير بتلامس الناس. هذا المبدا احنا ما طلعنا منه ابدا، احنا بقينا جواته لهذا المبدا، لكن طلعنا منه لانه نقدم صوره جديده بطريقه جديده بوجود هالمواهب الكبيره. فانا لما بحافظ على الفكره وبضيف علي رقص ايمائي، انا مثل مسرحيه التأجيال جسدت الوطن بفتاه عم ترقص بتعب بعدين عم ترقص بقوه لما انتصرت، اكيد ضافت شيء كثير كبير للمسرحيه. لما انا بدي عازف يكون افضل بسجل صوت كموسيقى تصويريه او احط ام كلثوم، مع احترامي اكيد لمكانتها العظيمه، بغني حدا بخلي حدا يعزف ويغني لام كلثوم على المسرح. فانت بتخليهم كلهم كلوحه مثل ما تفضلت ليزا، انه نحن عم نشتغل على انه نطلع كل المواهب عن المسرح. المسرح هو المكان الحقيقي بصراحه للرسم، للغناء، للموسيقى، للرقص. لما بيكون في فكره عميقه وتجسير على المسرح الكل بيكون لوحه واحده اكيد. يعني مع كل هي المؤثرات مستحيل حدا يحضر عرض او عمل من اعمالكم ما يتاثر بكل تفصيل فيه. موسيقى، رسم، رقص ايمائي. خلينا نتذكر هيك اهم الاعمال او اكثر الاعمال المؤثره يلي اشتغلتها الفرقه. هلا ايقونه الفرقه بصراحه هي عمل اجيال، عمل اجيال تكرر اكثر من مره وحتى هلا عم يطلب لاكثر من مره، ونحن كثير بنشعر بالفخر. انطلبنا هلا لمهرجان اتحاد رابطه المبدعين العرب في اليمن حتى ياخذوا هذا النص كمان يعرضوه بمهرجان افتراضي. عن جد بنحس انه اجيال هي ايقونه، لانه هي عمل بيحكي عن اجيال متتاليه بالبلد، عن صراع الاجيال، عن حوار الاجيال، واخر شيء انتصرنا بنظريه الشهيد، انه هو الشهيد الوحيد اللي بيجمعنا نحن، حب الارض. فممكن تكون هي أيقونة الأعمال، بس تأكدوا أنه في أعمال قادمة كثير كبيرة، في عندنا أربع أعمال بالنص الثاني من 2023 رح يكونوا كمان أيقونة بإذن الله. أكيد، خلينا نحكي كمان عن المهرجانات اللي شاركتوا فيها. هلا حضرتك قلت مشاركين قريباً بمهرجان إن شاء الله، شو المهرجانات اللي شاركتوا فيها سابقاً إن كان على المستوى المحلي أو في على المستوى العربي؟ نحن مبدئياً نحن اشتغلنا بطرطوس مهرجان طفولة، قدمنا عمل اسمه شروق، عمل كثير مهم بلامس اليافعين، طلاب المدارس والاهالي بنفس الوقت. كل الحاضرين كانوا كنا عم نحكي عن شيء جواتهم، سواء ابن او اب او ام، فكان هذا بمهرجان الطفوله. احنا كثير كنا مبسوطين انه شاركنا بهيك مهرجان عظيم. العمل الثاني اللي هو اجيال انعرض اول مره باسم الشبيبه، ثاني مره انعرض بمهرجان بافراح نيسان وبنفس الوقت بذكرى الشهداء، كمان كان لوحه بتخلد الاحتفالات بسوريا وتخليد الشهيد. هلا احنا منطلقين لعمل مهم جدا اسمه سعادة المواطن كبروفات وشغل، لكن في ورشات عمل لعملين بيمسونا كثير من جوا، 30 ثانية اسمه 30 ثانية، بيحكي عن الزلزال، كيف عشنا نحن ال 30 ثانية. ففي اعمال قادمة ان شاء الله كثير حلوة. خلينا نسألك ليزا، يعني بتحسي يا المساعد مخرج اوقات بصير اشطر استاذه؟ تطمحي لهذا الشيء ولا لا بتحبي انه خلص انت يعني عم تسعي لحتى يكون طموحك بالاخراج، ولا خلص انه انت بتكتفي بهدول الثلاثه
اما اذا صرتي بالاخراج ما بقى فيكي تفضي ممكن لهدول اثنين. لا هلا هو اكيد هي الاخراج يعني انا بالنسبه لي لا كمساعده مخرج بحس انه بحب كثير انه يكون بهيدا المكان لا حبي له انه هو دائما المخرج او الكاتب بيكون شايف برؤيه معينه او خصوصا اللي بيكتب يعني اللي بيكتب هو النصوص فانا صعب اني اكون انا مساعده ممكن بتشوف اللي هو بيكون مؤسسه انا بلقي الضوء عليه وين مثلا انه ممكن انه اعطي رايي فيه او ممكن نحط رؤيه مسرحيه خاصه فيه مثلا بس اني اكون كمخرجه او هيك لا اكيد انا ان شاء الله اكيد بنشوفك بتمنى نشوفك هلا هو انا كمخرج ممتعة. يعني كفن تشكيلي هو هاجس حياتي الاول بس المسرح كثير بحبه واستمريت اني خصوصا هاي الفرقه يعني اللي حمسني انه انا رجعت بعد فتره يعني كنت منقطع شوي عن المسرح لانه الفن التشكيل كان اخذ لي كل وقتي بس وجود الفرقه لما عرفني عليها الاستاذ عصام انه الشباب والصبايا اللي كلهم جامعيين وجدا مثقفين وفي عندهم شغف كثير حلو فانا يمكن هيك حسيت انه انا بمكان ممكن اني اعطيهم شيء اقدم لهم شيء يكون معه ناسس شيء لهذا الجيل لانه انا مثلا انا ام عندي ولد مثلا بتمنى انه وقت اللي بده يكون عنده شيء انه انا ما فيني اجي له فوت مسرح فيني اعمل قدامه شيء خليه هو يكتسبه ويجي لهذا المكان وهو مبسوط فيه وشيل بدل ما شيل الموبايل من ايده فيمكن هذا الشيء خلاني نشوف هذا الجيل قديش شغوف فانا لازم انه اكون بهذا المكان معه كمساعده مخرج يعني انا بحس انه مساعده مخرج بزبط اكثر من اني اكون مخرجه يعني. طيب هذا هدفي ان شاء الله بنشوفك بكل الاماكن المتميزه استاذ عصام خلينا نحكي شوي اليوم عن المواضيع اللي عم تتناولوها حضرتك قلت اجيال تعتبر هي ايقونه الأعمال المسرحية اللي قدمتوها واللي عم تحكي عن قضية مهمة جداً يمكن ما بتبطل هالقضية انطرحت وتعالجت بالدراما بالسينما وبالمسرح والأهم أنه أنتوا دخلتوا شيء بخص سوريا فيها اللي هو موضوع الشهادة والشهيد وانتصار الشهادة اليوم قديه مهمة المواضيع اللي انتقاءها وخصوصاً نحن عم نحكي المسرح بيعلم أجيال كاملة صحيح من عمر صغير لعمر كبير هلأ هي مهمة صعبة بالتأكيد أنه نحن نطلع المسرح بنقدم حالنا لمجموعة من الشباب ممكن مئات من الشباب يكونوا حاضرين هي مهمة عظيمة بصراحة نحن تنقلنا بأعمالنا بين المسرح التعبيري والرمزي وهلأ عم نشتغل بالملحمي والواقعي لكن الأساس بكل هالمسرحيات هي اللي أنا عم أكتبها تماما هو الواقع اللي إحنا عايشينه أجيال حكينا عنها وشروق سعادة المواطن هي شيء كمان بيلامسنا من جوا نحن كلنا إنه نحن مثلا أنا بدي أسمع أغاني حديثة وكيف ما كان ولا أنا بدي ضل على الأصالة والطرب أنا بدي ألحق الشيء الفارغ ولا بدي ضل أنا محافظ على تراثي وأصالتي فنحن عم نحكي عن مشكلة حوار بين ذاتنا نحن وبين الواقع اللي عايشينه ولا وبين ذاتنا الحقيقي بين أصالتنا الحقيقية العمل اللي بعده اللي عم نعمل عليه ورشة عمل بيحكي عن الزلزال بيحكي عن جواتنا نحن السوريين كيف عشنا هي 30 ثانية بس انا يعني عم احكي عن الزلزال بصراحه مو عن الحركه ابدا عن الحركه الداخليه للانسان فبكل اعمالنا نحن عم نحاول نلامس ذاتنا فالشيء اللي بلامس ذاتي انا واللي بلامس ليزا وكل الفريق القاعد اللي بيكون عم يسمع النص لاول مره يوصل. بيعمل هيك انه عن جد استاذ عم تحكي عن اللي جواتي فهو يعني هن مرايتي بصراحه فاكيد ان شاء الله رح يوصل صحيح. اكيد ان شاء الله هيك بضلوا مستمرين بنفس الشغف يعني ما بتشوف حدا بالمسرح او كان بالمسرح ما عم يحكي عن تجربته بالمسرح او عن وجوده بالمسرح بكل شغف يعني مثل ما حكيتي حضرتك انه انت ما فيكي تتركي خشبه المسرح او انه تلتجئي لعمل ثاني او تفرغي حالك حتى يعني حتى انا وقت كنت بالمسرح بصعوبه لحتى اهلي خلوني اترك بتحسي انه اخذت كل حياتك الاجتماعيه والعمليه احلى مكان هو صحيح بتحسي انه ادمع ان شاء الله تضلوا بنفس الشغف وكل التوفيق لكم ولفرقه العرب شكرا لكم شكرا لكم ولوجودكم معنا شكرا لكم